العلاج بدأت أستخدم شخصياً وشفيت نفسي الحمد لله رب العالمين بالكامل. كيف جت لك الفكرة أنك تستخدم الماء الصافي؟ جت يعني الفكرة حقيقة، وأنا بما أقول إن إلهام من الله سبحانه وتعالى، بديع السماوات والأرض، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الحمد لله رب العالمين. حين يعني هي هناك قصة عائلية، لكن ما أستطيع لأن الوقت قصير. فكنت بس مرحوم الوالدة مرت بعشر عمليات جراحية، منها 7 في أفريقيا و3 في بريطانيا. نعم. ولم نتربي من والدينا فتأثرنا حقيقة. ومن ثم لما أصبحت مدمن للعمل وأحب العمل، ما أتوقف إلى ما أخلص العمل، أشتغل. نعم. مهما كان 20 ساعة وأكثر، 18 ساعة وكذا. باحث عن المجهول، ما أعرف إيش أدور، فاستوعب عندي أمراض كثيرة، الربو والصداع النصفي والآخرة كما ذكرت أسلفت أذكر. نعم. وبدأت أبحث عن العلاج، بدأت أتذكر قصة مرحوم الوالدة، وحين كنت أنا من أنا صغيرة أدور عن العلاج اللي مرحوم الوالدة الله يرحمه. فلكن مع فترة تغير كل شيء. في يوم واحد حين كنت أغسل صحون في المطبخ، وتذكرت قبل 15 سنة أن الماء البارد يؤثر تأثيرا كثير على صحة الإنسان. نعم. لأنه يسبب تجميد الدهون، وأيضا يؤثر على جريان الدم في شرايين، فلذلك تبقت الدهون شيئا. نعم. فشيئا مع زمن. فتوقفت أن أشرب ماء بارد منذ فترة، فكنت أغسل صحون، كان أقول يمكن ربما الهم في ذلك الساعة كان شيء يقودني غسل الصحون بالماء البارد. أول شيء كتجربة، الصحون في بقايا طعام فيها دهون. نعم، بتكون مكانها الدهون يعني. بالضبط. فسقيت ماء بارد شديد البرودة، وفعلا وجدت أنه هذه معروفة، كل واحد اللي بغسل يديه بالماء البارد بعد تناول الطعام اللي يجد فعلا أن الدهون تتجمد. نعم. ومن ثم غيرت إلى ماء ساخن شديد السخونة، وسقيته في صحن، وبالفعل كانت تجربة سبحان الله. بديت أقول الله أكبر الله أكبر، ومن ذلك اليوم قررت أن أشرب الماء ساخن، والحمد لله رب العالمين. العمليه لم العلاج والوصفه لم تستمر الا يمكن شهر شهرين، واروح اعمل الفحص الطبي كامل، وجدت نفسي الحمد لله رب العالمين خاليه من اي مضاعفات صحيه. ما شاء الله. وحتى الان 3 سنوات الحمد لله رب العالمين شخصيا، وقمت نشر هذا الخبر والفت. نعم. كتابين، والحمد لله رب العالمين، كتاب هو معجزه وعجائب العلاج بالماء الساخن، لان معجزه، لان الماء اصلا معجزه من معجزات الله سبحانه وتعالى، وذكر الله سبحانه وتعالى 63 مره في القران الكريم، وايتين بس اشير، وجعلنا من الماء كل شيء حين افلا يؤمنون أفرأيتم الماء الذي تشربون، وإلى آخره. نعم. فالماء أصلا معجزة من معجزة الله سبحانه وتعالى. يعني الحين طبعا. نعم. هذه النسخة من الكتاب. نعم. معجزة وعجاب العلاج بالماء الساخن. الحين خلينا نتكلم عن طريقة أو تناول العلاج أو تناول الماء الساخن. نعم، بارك الله فيك. هو مطلوب أن الشخص يمكن في البداية صعب يتعود على شيء. نعم. جديد، ربما يعني واحد يتعود بس يعني، فإذا أنصح أنه واحد يبدأ يمكن بكلاس واحد، ومن ثم يبدأ يستمر تدريجيا. نعم. ليوصل لثماني كلاصات. وطريقة التناول أفضل أن يبدأ بأول صباح قبل تناول الإفطار، أي قبل حتى غسل أسنان. نعم. وهو واقفا، وهذا يبغى له حلقة أخرى أشرح لكم. نعم. لماذا الناس كثيرين يسألون أسئلة لماذا واقف. أقول فقط في الصباح، لأن تتراكم السموم في الأمعاء وشكل غازات، فبالتالي. نعم. لما واحد يستيقظ من النوم يتطلب أنه هو يصفي هذه الغازات، وطبعا تذهب مع قضاء الحاجة. نعم. فهذا مهم جدا يكون واحد واقف ويتناول كأسين من الماء الساخن. عندما أقول ماء ساخن بدرجة 50 تقريبا. نعم. أو بما يتقبل جسمه، يعني ساخن كافي بما تحس قليل من الحرقان، ولا تحرق نفسك يعني. نعم. بس وتشرب كمية شوي أوسع ففي الصباح هذا، ومن ثم على فترة الصباحية كل ساعتين 3 ساعات تناول جلاس واحد. نعم. وقبل الغداء بربع ساعة أو نص ساعة، وهذا مهم جدا، وحتى ذكر العالم الأمريكي دكتور إف باتمان جليج عندما يقول عن الماء فقط، ويتحدث عن الماء ومعجزات، وحين عمل دراسة عن تكوين. نعم. الماء في جسم الإنسان، حين يتذكر العالم الأمريكي باتمان جليج عندما يقول مخ الإنسان يحتوي على نسبة 92% ماء. نعم. ربما اختلف في الحسابات دقيقة، ربما الرئتين 86% ماء، والدم 72% ماء. نعم. وحتى عظام 22 أو 27% ماء. فبالتالي جسم الإنسان أصلا كله 70% ماء. نعم. وزن الإنسان كله ماء.
فحقيقة الماء فوائد عظيمة جدا أصلا كماء، لكن لكون أن الماء ساخن هي الحرارة تكون كافية لتذويب الدهون وإعدام السموم وقتل الجراثيم أي البكتيريا الضارة. فتقوم بهذه العملية وبالتالي الإنسان يتقلص من هذه المشاكل الثلاثة، وبالتالي يصبح الإنسان صحي. وبعد الحمد لله رب العالمين كل من يؤمن فانتفع انتفاع عظيمة بهذا النفع. جميل. طيب وانت جاي الاستوديو ما شاء الله عليك معك الماي الساخن. يعني أعتقد بأن ما تروح الماي الساخن موجود في كل معك. مكان بارك الله فيك دائما، وسافر في أي مكان أسافر ومعي شنطة ودلة ماي ساخن، لأن أعرف منافع وحقيقة منافع عظيمة، وهذا علاج ما يكلف بأي شيء. وعندما أبلغ الآخرين أقول أنا ما أبيع الدواء، ما أبيع الماء، الماء هو ماء في بيتك والنار في كل مكان متوفر، فالماء والنار متوفر في كل مكان. كان إنسان يعيش في الصحراء ويعيش في الغابة أينما يعيش. طيب فاز، خلينا نتكلم عن الأمراض اللي يعالجها الماء الساخن. نعم، حتى الآن على ضوء البحوث اللي تعمقت فيها منذ 3 سنوات وما أشخاص وأكثر من شخص حقيقة، وحوالي 27 مرض من أمراض مستعصية حقيقة، الربو، صداع نصفي، عدد كبير من الأمراض، نعم، سرطان أيضا. لأن حتى عندما العلماء يتحدثون عن هيدروجين يقولون أن خلايا سرطانية تكون ميتة. نعم. لأن ما لا توجد فيها هيدروجين، عدم وجود الهيدروجين. هيدروجين أن تحصل هيدروجين من الماء أصلا، إنما ويقولون العلماء أن حصول على الهيدروجين الطريقة الوحيدة هو حرق الماء بالأكسجين. نعم. أو حرق، فبالتالي لما تغلي الماء بصفة بالكلام يعني تحدث كلمة يعني وليس نقول عندما تغلي الماء وبالتالي يستنبط منه ينقسم الهيدروجين والأكسجين، فما يحتوي على ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، وبالتالي هناك البخار هذا هو الهيدروجين. وأيضا في فوائد عظيمة عندما اكتشف علماء أن الهيدروجين كبد الإنسان وأعضاء جسم الإنسان تحتوي على حوض الهيدروجين، وأكبر كمية فيها في الكبد، والكبد معروف انه حمايه للجسم من جميع الاعضاء يعني جسمه من الامراض. بالتالي عندما الانسان يكون متاثر يعني يستوعب اي مرض او التهاب فيبدا الكبد يتاثر، فهذه النسبه اكبر نسبه من هيدروجين تكون متواجده في الكبد. فعندما يعني يقول هيدروجين از ديبليشن اوف ذا هيدروجين، اي مع تقدم سن فيبدا استنزاف الهيدروجين في جسم الانسان في جميع الاعضاء، ومنها الاكبر كميه اللي هي موجوده في الكبد، وبالتالي هناك يبدا يتاثر الانسان ما بيستوي يعني يكون عمليه تحمل الامراض يكون صعبه فيستوعب امراض بسهوله وكذا، ولا نرى حتى في الاطفال وليس في المسنين نتيجه ربما مواد حافظه كثيره اليوم منتشره والمأكولات السريعه والدهون انتشرت، فهذه هي كمان تعتبر تمثل مشكله كبيره. فبالتالي الصحه لا يعني لا مثيل لها اكيد. يعني استاذ فارس، يعني خلينا الحين ننتقل لكتاب معجزه وعجائب العلاج بالماء الساخن. يعني في مقدمه حلوه انت بدات فيها بالكتاب، ان الثروه لا تبرز السعاده بل السعاده تبرز الثروه، لا السعاده ولا الثروه تبرزان الصحه. ويمكن انت كل كتابك يعني صح ان يتكلم عن الماء الساخن، لكن في النهايه موضوع الصحه. كلمنا اكثر على محتويات الكتاب. نعم، الكتاب يحتوي على حقيقة طريقة استخدام الماء، تناول الماء الساخن بحيث يكون أكثر استفادة. نعم. ويحتوي على بعض البحوث التي قمت بها شخصيا من بعض المواقع الإلكترونية وموجودة في الكتاب. طبعا مع هذا الوقت لا أستطيع أشرح بالكامل. خلاص أستاذ فارس، بس خلينا نأخذ هذا الاتصال، يعني في عندنا مداخلة من الجمهور. نعم. يعني حبينا يعني يمكن الجمهور يكون عنده مداخلة بالنسبة لموضوع العلاج بالماء الساخن. مساء الخير. مساء النور، بغيت انا فاطمة علي، وحبيت يعني انصحكم بشرب الماي الساخن، لانه انا جربته وايد فكرة الماي الساخن، هو كثير مفيد، فادني في امراض كثيرة، يعني شفاني من امراض كثيرة مثل الصداع النصفي والغازات وامراض التسمم وامراض كثيرة. يعني انا انصح الناس يبداوا يشربوا الماي الساخن بدل ما يشربوا الادوية كذا، يعني كما نعرف ان الادوية ما صحية، بعد واجد نشرب الادوية البنادول هذه السوالف، فيعني أنا أنصح الناس يشربوا الماء الساخن، وكما يقول المثل اسأل المجرب ولا تسأل الطبيب. يعطيك العافية يا فاطمة، مداخلة جميلة، شكرا لك يا فاطمة. أستاذ فارس، يلا نرجع لمحتويات الكتاب بس بعد هذا الاتصال. مرحبا.
معنا مريم. ايوه السلام عليكم. مرحبا يا مريم، كيف الحال؟ الحمد لله، كيف الحال اخوي؟ الله يسلمك، الحمد لله. مريم جربتي العلاج بالماء الساخن؟ لا والله ما جربت. ما جربتي؟ لا. طيب شو رايك بالنسبه للموضوع؟ بس انا يعني كان في يعني كوليسترول في الكبد يعني. زين توطين بس على صوت التلفزيون ما قاعد اسمع. شو يعني في كوليسترول في الكبد يعني مرتفع جدا. فحبيت يعني لما سمعت هذا الشيء الموضوع صراحه يعني وايد جدا فرحت يعني، بس حبيت اني اجرب. خلاص ان شاء الله مداخلتك تكون وصلت للاستاذ. شكرا. عندك اي مداخله ثانيه؟ لا شكرا لك، يعطيك العافيه يا مريم. مكالمه غيرها. مرحبا، ما شاء الله حلو الاتصالات اليوم، يعني المنتخب، المهرجان، السينما، وايضا العلاج بالماء الساخن. مرحبا يا خميس. السلام عليكم. مرحبتين، وعليكم السلام والرحمه. احنا ما جربنا الماء الساخن، لكن لو نستشير الدكتور بالنسبه لامراض الكلى. بالنسبه لامراض الكلى. ايوه. يعطيك العافيه ان شاء الله. عندك اي مداخله ثانيه؟ احسن. شكرا. مكالمه غيرها. مرحبا. مرحبا. علاج بالماء الساخن، يعني يمكن هذه فرصة حلوة ان عندنا اي امراض، يعني للاسف يمكن ما عندنا علاج لهذه الامراض، سبحان الله، يعني يمكن يكون العلاج عن طريق الماء واحنا يعني مستبعدين هذه الطريقة، يعني نتجه الى الادوية، التحاليل، الى اخره. فخلونا ناخذ هذه المكالمة. مرحبا. مساء الخير. مساء الانوار. كيف اخبارك اخوي؟ يعطيك العافية ان شاء الله. العزيز انا عندي مداخلة بسيطة. اكيد تفضل. كمبدأ اساسا ابدأ ب وجعلنا من الماء كل شيء حي. اخي بس توطي على صوت التلفزيون شوي. طيب. معك عبد الله بن حمد الحارثي. عبد الله الحارثي، تفضل يا عبد الله. العزيز انا اشجع المستخدمين المائي كمبدأ أساسا الجسم الإنسان يتكون من كمية كبيرة من الماء. صحيح. فالماء أساسا يلو دور في حياة الإنسان. طيب يعني حلو، يعني أنت كانت عندك تجربة مع العلاج بالماء الساخن أو كالماء بشكل عام؟ بالماء بشكل عام، بدون ماء ما نقدر نعيش اساسا كانسان. نعم. ما اقدر اعيش ثاني. صحيح، يعني في النهايه وجعلنا من الماء كل شيء حي. عفوا لا يؤمنون، التحضير ايضا. يعطيك عبد الله معانا ولا راح؟ قطعت المكالمه من عبد الله، ننتقل لمحمد. محمد مرحبا. اهلا بك. اهلا بك، اخبارك يا محمد؟ العزيز الله يعافيك ان شاء أيه. الله شو عندك من مداخله بالنسبه لموضوع العلاج بالماء الساخن؟ اي والله انا محمد الوضاحي، ود اول شيء اشكر المهندس فارس. الو معك محمد. أيوة تفضل. انا جربت العلاج بالماء الساخن وقريت الكتاب كامل. الحمد لله. وقريته وطبقته لمده شهرين. نعم. فحسيت يعني في يعني فوائد عظيمه ومختلفه. بس في يعني شويه مشكله في التخلص من هذه المياه. التخلص من هذه المياه؟ اي انا رجل متحرك وعملي واحيانا معنا اجتماعات وكذا. فتحس باحراج احيانا تروح يعني انك تريد تتخلص من هذه المياه باسرع وقت. خلاص. ولا يهمك ان شاء الله المداخله تكون واصله. طيب. شكرا لك، يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. مكالمه غيرها؟ مرحبا. اهلا بالمكالمات. مرحبا، معنا اتصال من حسين. مرحبا يا حسين، الله يعافيك ان شاء الله. بس حبيت اسال الاستاذ. تفضل. عن داء الكبدي والانتفاخ في الامعاء. انتفاخ في الامعاء. ان شاء الله، يعطيك العافيه. اتصال اخر. مرحبا. اي عندنا اتصال من ايمان. مرحبا يا ايمان. الو. مرحبتين، كيف الحال؟ اخبارك؟ الله يعافيك ان شاء الله. ايمان. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه، معنا ايمان. إيمان إيمان إيمان، وطي على صوت التلفزيون. أيوة معك. وطي على صوت التلفزيون. يلا يا إيمان، شو عندك من مداخلة بالنسبة لموضوع العلاج بالماء الساخن؟ يعني هذا صار حديث الحلقة اليوم. الحمد لله.
والعلاج بالماء الساخن شيء جميل. هل كانت عندك تجربة مع النوع هذا من العلاج؟ وأنا صراحة أيوة أنا استفدت صراحة من هالتجربة وجربت هالتجربة يعني. إيمان في ممكن تكلمينا عن الأمراض اللي قدرتي تعالجي بها عن طريق الماء الساخن؟ لا أنا مو جربت حالي يعني، جربت حال شخص. حلو، يعني كانت في تجربة لأحد الأشخاص وحسيت أنه بالفعل أن الحل كان أو أن العلاج كان علاج مناسب. إيمان أنت لحين معلية على صوت التلفزيون، أنا قاعد أسمع صوتي. عندك أي مداخلة ثانية إيمان؟ عموم شكراً لك يا إيمان. ومن إيمان انتقل لاتصال أحمد. مرحبا يا أحمد. مرحبا وسهلا. مرحبتين، كيف الحال؟ كيف صحتك؟ أحمد يلا عطنا مداخلتك بالنسبة للموضوع. وطي على صوت التلفزيون يا أحمد، لا تصير نفس مشكلة إيمان. أيوة يا أحمد. إن شاء الله، بس عندي موضوع عن أسأل الأستاذ عن نقص الهيموغلوبين في الدم. نقص الهيموغلوبين في الدم، إيش تكون نصيحته بهذا؟ ونقص الحديد في الدم نفس الشيء. خلاص إن شاء الله كل المداخلات تكون وصلت. وتكون عند الحالة عند الحالة كثرة الدوار عند الوقوف أو الحركة. نعم خلاص، شكرا لك، يعطيك العافية إن شاء الله. شكرا لك أستاذ فارس، أنت صرت اليوم طبيب الحلقة. بارك الله فيك. طبعا مجموعة من الأمراض يمكن ما أدري لو أنت حصلتها، أنا كتبتها. أولا كيف التخلص من الماء، كيف التخلص من الدوار اثناء الوقوف، نقص الهيموغلوبين في الدم، نقص الحديد، انتفاخ في الامعاء. وايضا اول اتصال بسوي ذكرني المخرج شو كانت مشكلته، كان عندها كان الكوليسترول في الكبد. الكوليسترول في الكبد. اخر اتصال. مرحبا. طبعا اليوم الاستاذ فارس، احنا راح نسميه طبيب فارس، موجود معانا راح طبعا يجاوب على كل المداخلات. معنا اتصال من سيف. مرحبا يا سيف. مرحبا. سيف كيف الحال؟ كيف الحال؟ الله يعافيك ان شاء الله. طيب. الله يسلمك. لا والله نورتك سيف، منورين بوجودك متابعتك. سيف شو عندك من مداخله بالنسبه والله للعلاج؟ والله اشكر الاخ فارس على المداخله الحلوه والبرنامج الحلو بصراحه، وصراحه مريت بهالتجربه انا. معي؟ اي معك. انزين مريت بهالتجربه، فبصراحه هالتجربه يعني صراحه الواحد يستفيد منها كثير، وانا بصراحه مستفدت منها كثير، لان في يوم من الايام مريت تجربه كان عندي التهاب في المسالك البولية. نعم. انزين ولما رحت المستشفى نومون هناك كل حاجة، وقالوا له ما في علاج عندك غير بالماء، انك تكثر بالماء. نعم. سبحان الله. ايوه، وبصراحة يعني استفدت منها كثير، قمت اتكثر بالماء كثير والحمد لله حصلت نتيجة فعالة يعني صراحة. يلا الحمد لله. وايضا هذه احنا رسالة نوجهها من خلال برنامجنا، ان نحاول ان نكثر من شرب الماء، يعني الماء يعني دائما يكون علاج لبعض الامراض يمكن احنا ما نعرف عنها. شكرا لك يا سيف، يعطيك العافية. استاذ فارس، يعني يمكن ذكرنا الامراض، الكوليسترول في الكبد، انتفاخ في الامعاء، نقص الهيموغلوبين، نقص الحديد في الدم، كيف تخلص من الماء، زائد كيف تخلص من الدوران اثناء الوقوف. طيب اول شيء اعطيني لحظه بس اوضح لك انه اسماء الامراض، لان قد ربما تلاقي مزيد من الاتصالات يعني، فافضل اذا على ضوء الدراسه اللي قمت بها ثبت فعلا ان فعلا هذا شفاء كامل اصلا لجميع الامراض، الا شيء يمكن ابرم الله تعالى يعني ربما قدر. فالرب كما اسلفت ذكر الصداع والصداع النصفي. نعم. حصه في الكلى، وفي أكثر من شخص حقيقة نستفاد من هذا الحمد لله رب العالمين. نعم. الروماتيزم وألام العظام، الإحراق والكسل، فقدان النوم، القرحة، الصلعة، مرض الزهايمر. نعم. وفعلا هذا تحقق الحمد لله رب العالمين. تصفية وانتظام الدورة الدموية النسائية، ارتفاع ضغط الدم، نقص الدم، التهاب مجري البول، الشلل. نعم. والحمد لله رب العالمين في حالات يعني الحمد لله ناس مثل ما كان اتصال سيف ايضا. نعم نعم، التهاب الحنجره، نزله البرد والحمى، الامساك، امراض الجلده،
مرض القلب والحالة الغير طبيعية للقلب منذ الولادة. والحمد لله كان في اكثر من حاله. يعني استاذ الامراض اللي تم تاكيد انه الماء هذا مؤكد بالفعل شخصيا، انا كنت اتابع هذا الجانب واكثر من شخص الحمد لله رب العالمين. استاذ فارس السكر اكمل بس هني عفوا السكر اذا لان هذا مرض كثير ينتشر واجد بالذات في الخليج وحتى الربع ايضا الربع. الام الظهر المستمره وهذا ايضا فعلا فئه كبيره من الشباب حتى يعانون من الذين يكون مدمنين للعمل، جلوس كثير وقله الحركه والى اخره. ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول ايضا، وهذا كما احد من الاخوه كان مشاهدين يسال، الضعف الجسدي والتسمم الغذائي، حرقان المعده، مرض الاعصاب، جميع انواع الالتهابات، مرض السرطان، وهناك بعض الحالات الحمد لله شفيه. وحتى في حاله في امريكا جانا خبر قبل ايام كان فعلا شخص يعاني من اكتشف في ورم سرطاني في الثدي، مرأة يعني امرأة، ولكن الحمد لله لما كثفت شرب الماء ساخن صار في الاتصال وشجعناها لهذا الجانب. بعد شهر وجدوا تفتت يعني من قياس الليمون واصبح على شكل تفتت الى جزئيات، فتخيل مع انه معروف ان السرطان يزيد انتشاره صح، لكن سبحان الله وهذا كان حقيقه واحد من حالات كثيره حصلت يعني. طيب استاذ نعم. فارس يعني انت مثل ما ذكرت التهاب الحنجره نعم. هل في فرق ان انا اشرب الماء الساخن او اني انا اغرغر مع الماء الساخن؟ هو ما في فرق، ما في فرق ان هو هناك في الحنجره اساسا، فلما تعمل يعني سواء بالطريقه التي سلفت ذكر او بطريقه بشربه يعني الماء الساخن، لكن هو فائده تكون اساسا بالشربه، فانت يكون فائدتين، أنه يفيدك في الحنجرة وفي نفس الوقت يفيدك في الجسم لأن تقوم أنت تتخلص من السموم.